ديال المرأة والدها في سيارة أجرة هذه أمام مستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية. هذا المستشفى ديال مولاي عبد الله كثير من الزهر في المواطنين. هذه المرأة والدها في سيارة أجرة تاخذ سيارة أجرة بأمام المحمدية. شوف هذا المنفرد اللي تعرف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اشرح لنا شنو وقع لك بالضبط هنا في سبيطار من عبد الله. جيت مع 10 الصباح جبت الزوجه ديالي باش باغا تولد، بقيت معاهم هنا تل 5 ديال العشيه. قال لك اودي راه هي راه غادا تولد اليوم، خاصها تمشي وتجي. بقينا كنديو كنجيبو فيها سميتو كتمشي وتجي، عاوتاني ملي تزير عليها الحاله ديال الولاده طلعوا ثاني فوق الكونترول قال لها اودي راك باقا شويه. ديتها للدار رجعت لي مع 10 ديال الليل ثاني الدواء. قال لك اودي سير السيده راه مازال غتولد حتى لشي 5 الصباح ولا 6 الصباح. ديتها الوقت اللي لحقت للدار ملي زايره الحال ما رديتها لهم. هنا جاي بالطوموبيل بالتاكسي ديالي بسياره اجره، جاي عندهم هنا كان كلاكسوني بانه السيده ولدت ليا في الطوموبيل. طلبتهم باش يعتقونا بشي باياس ولا شي مسؤول هنا في السبيطار بالمستشفى الاقليمي مولاي عبد الله باش يعتقونا. ممنوع فيهم شي واحد. لقينا الخير في الحراس شخصيا، هما اللي لقيناهم. السيده المدام ديالي ولدت لي في سياره اجره ديالي، ولدت لي في التاكسي ديالي ما كانش. ملي طلعوا كيعيطوا لوحده قالت لهم انا ما سوقيش مش عاد تولينا هازن ترابيه. هاد السيده معايا هازه فيده وما غدا خارجه ومسارنا تابعنا في هاد السبيطار. حنا كنتمنوا من هاد المستشفى الاقليمي ديال مولاي عبد الله خصو يكون ليه شي حل. جميع الكوارث فيه كنعرفوا حنا لا كاينين الموظفين من وزاره الصحه خدامين هنا، راه خدام خصو يقضيو مصلحه المواطن المغربي، ماشي كيجيو ينعسوا هنا وما كيتسوقوا حتى واحد. ما عندهمش مشكل، اللي بغى يموت يموت، اللي بغى يعيش يعيش، راه حشومه راه عيب. هذا الشيء اللي كنشوفوا في هذا المستشفى مولاي عبد الله راه عيب. اللهم انا هذا منكر. هذه راه هذا الشيء راه ماشي الحاله الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، راه جميع الحالات فيه. حنا كنطلبوا من وزير الصحه يدير اعاده النظر في هذا المستشفى. هذا المستشفى الاقليمي مولاي عبد الله راه حشومه عليه، وهذا الاسم هذا الاسم هذا الرمز كبير ديال مولاي عبد الله، حشومه هذا الشيء اللي كيديروا فيه. وشكرا. ماش تقريبا ولدت المرض ديالها؟ الله ولدت دابا تقريبا ما كايناش نص ساعه ولدت سياره اجره. حتى كتشوف فيها السياره كتشوف فيها كتشوف كل شيء، راه المعالم راه كل شيء باقي فيها. حنا ما لقيناش حتى اللي يساعدنا، لقينا الخير في الحراس خاصة هما اللي لقينا فيهم الخير. بالنسبة للممرضين ولا الممرض ما كاين فيهم حتى شي واحد. حتى الاخر عاد ولا يقول لك ولا صافي الامور بخير وعلى خير. باش بخير ولا بخير؟ بخير ولا خير هي كون دخلتيها الطفل ودرتي لها العناية. ماشي تا ولدت لي في الطاكسي. أنا راه ما عارفش هذيك بنتي اللي تزادت ولا المدام ديالي، ما عارفش كيفاش الأمور ديالها كيفاش غتخرج. ومازال ما غنتازلش على هذا الشيء. ما غنتازلش عليه. ماشي عليا أنا هذه ماشي بالنسبة لي. هذه خصها تكون عبرة لأي مواطن مغربي. اي مواطن مغربي من حقه كيجي لهذا المستشفى خاص يعاملوه احسن معامله، ماشي يجيو يشردوه. سير بلاتي سير بلاتي سير ترجع لا ما قادنش بداك الشيء، راه الدوله كتخلصهم، راه حشومه كيتعدوا على المواطنين وعلى الناس الفقراء. شكرا اخويا. كيدير الحاله الصحيه ديال الله اعلم ما شناش. من هزوها من سياره اجره تهزتها سياره اجره باقا قدام المستشفى انت كتشوف فيها العلم ولا باقا ما شناش. هزوها هزتها حد السيده جات معايا حد السيده جارتي الله كتر خيرها هزها بحال ما كتقول لي اعتق عزيز اعتق. والسيكيريتي هما اللي جابوا الباياس هزوها طلعوها. ما عارفينش الحاله الصحيه ديال البنت ولا ديال الام ديالها كدايره الله اعلم. باقا حاليا ما عارفينش الحاله ديالها كدايره. هما فهم كيقولوا الحاله مزيانه وحنا باقا ما شناش، باقا ما عارفينش الحاله كدايره ديالها. رسالتك للمسؤولين. الرسالة ديالك للمسؤولين. كنحمل المسؤولية للممرضين السيد عبد الله، والمسؤول الأول على المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله هو اللي كيتحمل هذه المسؤولية هذه. تكون في إعادة نظر، وهذه الرسالة كنوصلوها لوزير الصحة. هاد بالنسبة للمستشفى الأمير مولاي عبد الله راه مش زارة بعمالة محمدية عندنا هذه، راه ماشي هذه الحالة الأولى، راه الثانية والثالثة والرابعة، راه بزاف د الحوايج. تفقدوا فيها ناس. هذاك السيد الصديق ديالنا خطر طار لي فيها الصباع ديالو هنا مشى الاهمال ديالو. بزاف الحالات كيمشيو ضحايا في هذا المستشفى هذا. حنا كنطالبوا من الناس مسؤولين ياخذوا في اعاده النظر. راه اللهم انا هذا منكر في هذا المستشفى هذا راه عيب. هذا راه مستشفى ماشي ديال شي واحد، راه ديال المواطن المغربي. اي واحد جاليه خاصو يرحبوا به ماشي يبهدلوه. سير بلاتي سير حشومه اللهم انا هذا منكر. وشكرا اخويا.